ولي امر كلنا عاوزين احفادنا يبقوا عندهم مستقبل افضل من اللي احنا حصلنا عليه. فانا بأشارك كل اولياء الامور في قلقهم على اولادهم واحفادهم. في نفس الوقت كمواطن يزعجني جدا الصور دي، صور طفل محروم ما عندوش فرصة تعلم، ما عندوش فرصة لمستقبل افضل، ولاد متعذبة محرومة من طفولتها وشايلة كتب ساعات في شنطة وساعات في كيس، كتب الورقية اللي حضرتك بتسألي عليها، وساعات بيشيلوها فوق دماغهم، وساعات بيتحشروا زي علبة السردين كده في فصل. الصور دي مزعجة لينا جدا كمسؤول، وما اعتقدش ان نسمح لنفسنا نقعد يوم واحد زيادة اذا كناش هنقدر نساعد في حل او مسح الصور دي.